المتحدث الرئيسي لحلقة اليوم من برنامج عصافير الخريف موسيقي أنيق ارتبط بالشاعر إسحاق الحلنجي بعلاقة صداقة وإلفة، بعد أن ارتووا معا بمياه توتيل وطافوا في أزقة وحواري مدينة كسلة التي قدمته للشاعر الإبداعي. تتميز ألحانه بنفس سوداني خالص وأشكال موسيقية راقية، له قدرة غير عادية في التقاط مواضع الخطب والجمال في القصيدة. عرفه الناس من خلال ألحانه التي جمعته مع العندليب الأسمر الراحل المقيم الأستاذ زيدان إبراهيم، ووصل الأذان السودانية من خلال أغنية تصور التي شهدت ميلاد الثنائية الواعدة بينهما. تلتها أغنيات محفورة في الوجدان السوداني وتترنم بها العديد من الألسنة السودانية، مثل أغنيات غسر الشوق للشاعر العزب التجاني حاج موسى وغربة وشجن للشاعر محمد جعفر عثمان. ضيفنا لحلقة اليوم جمعته أيضا تجربة غنائية مع الأستاذ الفنان عبد العزيز المبارك عبر أغنيات ما كنت عارف ومن غير ما تقول ومن عبير زهر البنفسج. له إسهامات واضحة في الموسيقات العسكرية منذ التحاقه بسلاح الموسيقى وتعاهده برتبة العميد، ليلتحق بعدها بالإشراف على كورال جامعة شرق النيل قبل انضمامه لجامعة المستقبل حاليا. باسمكم نرحب بالموسيقي والملحن عمر الشاعر. سعيدين نتلاقى في مساء رمضان الجميل محلقة فوقنا عصافير الخريف، البرنامج التوثيقي عبر قناة الخرطوم الفضائية للشاعر والرئيس جمهورية الحب إسحاق الحلنجي. سعيدين الليلة بنستضيف واحد من أهم الملحنين في تاريخ الأغنية السودانية. معنا الليلة صاحب قصر الشوق. مرحب بك ومرحب بأستاذنا الحلنجي، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين والمشاهدين بألف خير. تسلم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. الله يسلم عمرك. إحنا الليلة معاك إن شاء الله حنتناول عبقرية نقول الألحان أو عبقرية اللحن في قصيد حلنجي. نعم. إن شاء الله. يمكن بعد ذلك برضو ممكن نتكلم أو نتطرق لأهم الملحنين اللي اشتغلوا قصيد للحلنجي. نعم. أستاذ بشير عباس. نعم. والراحل وردي. نعم. والأستاذ محمد اللمين. وبشير عباس. وبشير عباس أيوة. نعم. إحنا حنطلع فاصل وحنجي راجعين إن شاء الله ونواصل حلقتنا. لبهم مواصفات عالية الجودة، أصل ألماني وبتتصنع في السودان. المصنع الحديث للثلاجات. لبهم عشان كده اخترت لبهر، مقاسات وألوان واقتصادية في الكهرباء وما بتصدع. لبهر اختاري لبهر. مرحبا المشاهدين مرة تانية، وإحنا شكلنا ما طالعين من كسل أصلا. لا ما حنطلع منه، ما حنتفكى منه، ما حنتفكى من كسل. نعم. الأستاذ عمر الشاعر طبعا من أبناء كسلة. نعم. مفروض من البداية طوال نسأل العلاقة بيناتكم كانت كيف؟ هي العلاقة علاقة طفولة وعلاقة صبا، يعني هي من أعظم العلاقات اللي ما ممكن تتنسي يعني. بس في بداياتنا الأولى كنا حاسين إن إحنا في يوم ممكن نشكل جمال كده. يا سلام. والأيام ما خيبت ظننا يعني. عمر اتجه طبعا للحن و أبدع فيه يعني في مجال اللحن، وبشهادة كثير من الموسيقيين يعني. هسه الفترة اللي توقف فيها عمر عن التعامل تلحين. مع فنانين لحنيين بيعلم ناس كثيرين بيعرفوا القدرات بتاعته. أنا كنت بتصور إن عمر لأنه كانت بينه وبين الأخ محمد جعفر اللي هو أكثر شاعر غنى له عمر وغنى له زيدان، أيوة ارتحل كده زي الطيف. ف
ما أعرف، لكن عندي إحساس كده إنه عمر الهداوة اللي حصلت دي يمكن يكون رحيل محمد جعفر له دور فيها يعني. ده حقيقي؟ والله تقدر تقولي أنه ده يمكن من واحد من الأسباب اللي خلتني شوية يعني أحجم عن التلحين. وبرضو إلى جانب الظروف الحياتية طبعاً يعني، لأنه طبعاً هي بتشكل عائق كبير جداً جداً في مسار الإنسان. ولكن إن شاء الله يعني نعد المشاهد الكريم بأنه في مقبل الأيام إن شاء الله حيكون عندنا تواصل إنساني جميل معه زي ما كان في السابق إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يمكن في حاجة مفروض إحنا نقولها برضو للسادة المشاهدين، إنه في الحلقات التوثيقية دي، وأنا ما عايزة أقول إكراماً إنما محبة وتعلقا، وأي زول مفروض يرتبط بأغنيات الحلنجي وبشعره خاصة الفنانين مفروض يكونوا مشاركين في حلقاتنا التوثيقية دي. يمكن دي حاجة مفروض نقولها للمشاهدين، إنه مشاركين ما يقارب من 20 فنان في الحلقات التوثيقية لعصافير الخريف. مبدئيا إحنا هنسمع محفوظ عليش في أعز الناس، ونرجع نواصل حوارنا مرة تانية. العمر زادت غلاوته معاك، وصالحني الزمان يا أحن الناس يا
فينا الليل دموع وطوي وهم. أنا كنت من قبلك بشيل الليل دموع وطوي وهم. أنا كنت بخشى على الأمان الطفلة إفني العدم. وجيت لقيتك بين ضلوع الشموع وغنيتك نغم يا نغم يا أعز الناس. حبايبك نحنا زدنا قليل حنان يا أعز الناس. حبايبك نحنا زدنا قليل حنان. العمر زادت على وطمان وصالحني الزمان يا يا أحن الناس يا أحن الناس يا أحن الناس
يا أحنان توافقني أستاذ حلنجي إنه الألحان بترتبط بالفنان وبأدائه والقصائد برضو. نعم. ليه تحد أنت توافقت الألحان اللي قدمها أستاذ وردة الله يرحمه مع قصائدك وقدرت توصلك للناس؟ والله أنا ما بعرف، لكن صراحة يعني بحس في كده توأمة بين الكلمة اللي بكتبها واللحن اللي بيعمل وردي، في نوع كده من التآلف الحميم يعني. عشان كده وردي دائما كان بيقول انا ما بلاقي صعوبه في الحان حلنجي، لان انا زي ما كنت قبيل ان وردي انا قاريه يعني. عشان كده اكثر فنان كتاب مفتوح بالنسبه لي. عشان كده يمكن انا اكون اكثر شاعر غنى له محمد وردي. يعني وردي قد يكون غنى لي شاعر اغنيتين ثلاثه اغنيات لغايه خمسه اغنيات. ايوه لغايه انا وردي لغايه هسه بغنى لي حوالي 20 اغنيه. الشاعر الوحيد اللي بنى في سني في محبه محمد وردي اسماعيل حسن الله يرحمه. نعم. بعدين لما فتشت المساله دي ناتجه عن شنو؟ لقيت انه نفس الايغال بتعمل به اسماعيل انا بتعامل به. اسماعيل بيكتب كلام الناس، غلطه كانت غرامي ليك. ايوه احنا ممكن نقول ايقاع الحياه. ايقاع الحياه. نعم. بيجي بيقولونه ايقاع الحياه العادي يعني لسان حال الانسان السوداني البسيط المفردة البسيطة اللي بتخش قلب الإنسان طوالي من غير استئذان يعني. أنت كموسيقي نعم وعندك تجربتك الموسيقية يمكن ما بتغلط فيها اثنين. نعم.
بتحس الكلام ده في شعر الحلنجي؟ أكيد الحلنجي ده من غير طبعاً علاقتك الخاصة. لا أبداً طبعاً أصلاً أنا ما بقدر يعني دي لا يعني زي ما بقولوا أنا لا يتغرض فيها يعني وشهادتي مجروحة يعني إذا أصلاً قلت كلام غير كده. فالحلنجي يكتب المفردة الجزلة الجميلة البسيطة. وأنا بقول لك نفس الكلام اللي قاله الشاعر نزار قباني رحمة الله عليه، قال أنا لا أكتب القصيدة ولكن القصيدة هي التي تكتبني. فمؤكد جدا هذا الشاعر الجميل يكتب من القصائد، هي القصائد التي تكتب وليس هو الذي يكتب القصيدة. ده أنت كملحن. نعم. يعني لما تجي تشوف أغنية مخطوطة قدامك كلماتها، نعم، ده اللي بيحلك باللحن أكتر ولا إحساسك بالقصيدة كاملة؟ الكلام هو ذاته الكلام المموسق، مش أي كلام، الكلام المموسق الجميل اللي فيه جرس موسيقي والفيه موضوع. اللحن موجود في داخله، في داخل الكلمة، لأنها موقع يعني الكلام ذاته مع نوع من الإيقاع. طبعا يعني زمان كانوا إسحاق المصري كان يقرأ الشعر بالدفوف في مدرسته، يقول إنا محيوك يا سلمى فحيينا تم تم ترم تتم تم 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 تم. الكلام ذاته لما يكون موزون بيكون موقع. صح. يعني ما بتعب إطلاقا الملحن. يعني البناء القصيدي أو العمارة البناء العمارة القصيدية متماسكة هي ذاتها بتدي سهولة التلحين. يعني إذن لما إحنا في بداية حلقتنا لما قلنا عبقرية الحان، نعم، الحلنجي كان محور صحيح 100%، لأنه الحلنجي يكتب السهل الممتنع ويكتب بلسان حال الشارع العادي فتطلع قصيدة، وهو يعني يسهل تلحينه. يسهل تلحينه. وبعدين حلنجي ما بيكتب، حلنجي ماسك فرشة وعنده مجموعة بتاعت ألوان، يا سلام، فبيقوم بيرسم بهذه الفرشاة الجميلة وبهذه الألوان المتعددة الأشكال، وفيها الصاخب وفيها الخفيف الناعم، ففي النهاية تطلع قصيدة. وانتوا الاثنين من كسلة، ممكن بنشوف كثير كسلة موجودة في أغنيات الحلنجي لكن ما بنسمع. نعم. النغمة الشرقي ده أو الشرقاوي ده في ألحانك. في ألحاني أنا. أيوة. أنا بفتكر أنه كل ما نتغنى للوطن الحبيب، كسلة جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الحبيب. وبفتكر أنه نحن لما مشينا يعني سار بنا التيار من كسلة إلى أم درمان العاصمة هنا، استصحبنا معانا كسلة واستصحبنا معانا القاش والتاكة وكل أمال المتعبين وغيرهم، ونحن بنحس أنه السودان ده بيت كبير. اتنقلنا نحن ورقنا من غرفة لغرفة تانية طبعا. ولكن نحن كل ما نتغنى للوطن الحبيب، لكن بتكون شايل معك شايل مع أنا زي ما قلت لك مستصحبين معانا من هذه الغرفة، مش شلنا متاعنا زاد روحي ومتاع زي ما قال أستاذنا حلنجي، نحن شايلين كل أحلامنا وكل الصور الجمالية بتاعت التاكة والطرحة الجميلة في موسم الخريف اللي بنطبعها كسلة، الغمام الجميل والخضرة والجمال والقاش والسواقي وكل هذه الأشياء. أيوة. كل هذه الأفكار مستصحبينها معانا وجينا ترجمناها، وترجم شعر وأنا ترجمتها ألحان لهذا الوطن الحبيب الجميل. طيب في سؤال كده أنا يعني يمكن بيحسوا ناس كثيرين بيستمعوا لأغنيات حلنجي وبيستمعوا لعمر الشاعر. نعم. في ألحانه إنه رغم إنكم من مدينة واحدة وفي صداقة قوية ربطت بينكم يمكن زي ما قال أستاذ حلنجي كبير في بداية. نعم. الحلقة، لكن ما تلاقيته غير في عمل واحد. لا عملين. تتأسف. تلاقينا في عملين. وليه عملين بس؟ يعني ليه ما أكثر من كده؟ عملين ثلاثة. أيوة هي طبعا هي أغنية كان داني لها صباحي والد معتز صباحي مرتضى عبد الرحيم صباحي، وكان برضو في الغربة أستاذ حلنجي يمكن يعني في الغربة فترة طويلة جدا، وأنا لحنت الأغنية دي وديتها لزيدان حتى ما كلمت حلنجي، ويعني وزيدان كان أمنيته في يوم رحمة الله عليه ويغني لهذا الشاعر الرقيق، والحمد لله يعني نجحنا في هذه الأغنية. الثانية كانت أغنية بتاعت لأبراهيم حسين أفتكر. أي في هي هم أغنيتين، فيها تعيش أنت ويدوم خيرك، والثانية الفات مضى والعاد مع الأيام مضى وين
وين ابتسامات الرضا؟ وين ابتسامات يسمى ابتسامات الرضا؟ اي فيمكن نسبه لسفر اصحاب وظروف الغربه وكده ما التقينا ثاني في كلمات، لكن عندنا كلمات ما قمت انا بتلحين هي من الكلمات القديمه يعني القديمه الجديده وقمت انا بتلحينها وبحمد الله. وبدا الراحل المقيم كان زيدان يعني يحفظ في كلماته وهي انا بفتكر هنا من اجمل الكلمات يعني اللي كتبها مؤخرا حلنجي الغنية اسمها خبر فرحه ولو سمح لي اخوي اسحاق اقول منها جزء تقول بلحنها لا لا اقول لكم كلام انت كمان بتمتلك أقول صوت جميل الله يديك العافيه شكرا يا استاذه فبتقول حتى غنى فبتقول بدل ما تجيب خبر فرحه يعيش فيها الضمير راضي تجيب لي سيرة للريد النسيتة أنا وبقت ماضي صحيح أنا الجرح جوايا لكن بالزمن خفة خفة بعد تعب عمري وتعب قلبي بالإلفة تجيب لي سيرة للريد القديمة الودر العرفة وعارف الرايحة ما بترجع في يوم ولا حتى بالصدفة يا سلام فهذه من الاغنيات الجميله اللي كان يفترض طيب انه طيب انت ممكن تدينا لحن حصري احنا نعتبره والله كويس لكن طبعا بدون اله بتبقى المساله دي مستعصيه شويه لكن أيه. انا بقول لك جزء منها حاول حنينا كويس لانها قاسيه الاغنيه كويس هي بتقول تقريبا بدل ما تجيب خبر فرحه يعيش فيه الضمير راضي بدل ما تجيب خبر فرحة يعيش فيه الضمير راضي تجيب لي سيرة للريد نسيت أنا بقت ماضي نسيت أنا بقت ماضي وفي أغنية تانية برضو من الأغنيات الخفيفة أنت محنين أنت محنين ملحنين أنا ضمك البين في عيوني هنا دي برضو من الأغنيات الجميلة اللي ما رأت النور يعني عشان ما تقولوا أنا كسلان يعني يعني في أغنيات كثيرة ضحت الاتهام القبيل نعم أهل البحر في لحن ممكن يضرب نعم يعني يبقى هو القطعة الفنية المميزة للملحن أغنيات وردي كلها رحمة الله عليه وكانت كلها مميزة جدا وألحانه كلها مميزة لأنه زي ما قال لك أستاذ حلنجي أنه يعرف كيف يتخير المفردة يتعامل مع جمال المفردة في الأول والمفردة ذاتها في داخلها بيكون في موجود الجرس الموسيقي أو الإيقاع أو اللحن الموجود في داخلها بيفسرها تفسير حقيقي جدا بالنسبه للزول اللي عنده أيوة. الذهنيه اللحنيه ايوه اللحنيه ووردي رحمه الله عليه عنده ذهنيه لحنيه عاليه جدا وعنده تراكمات بتاعه الحان يعني ممكن نحن لو قلنا كرومه ابو الالحان فوردي رحمه الله عليه وبرضه هو ابو الالحان بالنسبه لكل الموسيقيين السودانيين يا سلام في حاجة أستاذ عمر يمكن نعم. لازم الناس تتكلم عنها اللي هي تجربة أغنية البلابي نعم والأستاذ بشير عباس نعم ندي والعافية نعم. تجربة الغناء الكورالي والتلحين لكورال نعم يمكن البلابي اللي هم أصوات حالة ثلاثية نعم أيوة. حالة خاصة حالة خاصة هم طبعا قصتهم أنت ما عارفة هم جابوهم عشان ما يكونوا يعني يشيلوا لأغنية من الأغنيات فأصبحوا هم الغنوا هذه الأغنية هم المغنيات يمكن دي ضربة البداية بتاعتهم أيوة أيوة نعم فكيف كلمنا وأنت زول متخصص في نعم. الموسيقى أولا سر نجاح البلابل أنهم هم أخوات ثلاثة والثلاثة يعني من أم وأب الاثنين أيوة. يعني كلهم الثلاثة مع بعض من بيت واحد جينات واحدة أصواتهم متميزة جدا طبعا وبعدين هم ذاتهم فنانين استعراضيين قبل ما يغنوا كانوا راقصين في الفرقة القومية الفنون الشعبية اكتسبوا خصائص كثيرة جدا يعني الظهور في المسرح الشجاعة الأدبية مواجهة الجمهور بالضبط أيوه. كده اشتراك هادية ذاتها هي دفعة طبعا في المعهد وربنا يديها في الصحة وعافية وكلهم ربنا يديهم الصحة والعافية إن شاء الله. اشتراك في كثير من
المقدمات بتاعت المسرحيات او بعض تترا. ايوه التترا. أيوة. موسيقى التترا. أيوة. او الحان التترا هي دي اكسبتهم يعني خبره قويه جدا جدا. فلما جو غنوا كان بشر عباس رجل يعني الحمد لله رجل ربنا يطول في عمره ان شاء الله لقاهم جاهزين ما والا اضاف لهم الاضافه الجميله وبعدين طبعا الحانه يعني فيها عمق فيها عمق جميل وفيها بساطة وفيها البساطة عنده تجارب كثيرة جدا جدا مع فنانين كتار جدا جدا طبعًا. فلما جاء يتعامل معهم ما لقى صعوبة أبدا في أنه يتعامل مع ثلاثة أصوات جميلة وجميلة جدا جدا والزمن ده كان يعني تكون الثنائية ذاتها كانت فيها 3000 بالنسبة للرجال أيوة أصوات الرجال فما بالك بثلاثة أصوات أيوة. نسائية حقيقي. في ذلك الزمان فكانت هي ظاهرة غريبة جدا وحتى تكلمت عنها الجرائد وما زالت تتكلم عن ظاهرة البلابل لأنه قدموا والحمد لله نجح معهم نجاح كبير جدا جدا طبعا إحنا يمكن معنا الفنان الشاب إنصاف فتحي إحنا ما حنختزل صوت البلابل كبلابل أو كورال أو كتريو نعم. في إنصاف فتحي لكن خليها تقدم لنا البيس المابتو نسمع إنصاف نسمع
شكرا انصاف فتحي للجمال ده، وشكرا للبلابل على قدرتهم انه ينقلوا لنا اللي بيسال ما بتوه. يمكن في سؤال مباشر بعد الاغنيه دي، القصيده بتمشي مباشره للفنان ولا انت بعد تنتهي منها بتحدد بعد ذاك تمشي لمنه؟ الحقيقه انا بالنسبه بالذات البنابل يعني اذكر طلع علي بشير عباس في البيت وقال لي يا اخي انا عندي مفاجاه، لقيت ثلاثة اخوات بيغنوا باصوات من منتهى الجمال واعمارهم يعني ثاني ثالث ثانوي كده يعني. فقال لي يا اخي اديني اعمل لي نص كده يسحق او عيش لي في نص، وخط البنات البلابل في عيونك كده قدامك. فقمت فكرت كده قلت يا اخواننا طالما اصهم اول وثاني وثالث ثانوي معناها انا ما ممكن اكتب كلمه يفتشوها. ايوه يديهم الكلمه القريبه منهم شديد واللي ممكن يطلعوا بها يعني. فقمت كتبت لهم لون المانجا. غنوا لون المانجا بطريقه يعني في المرحله في السبعينات بالذات يعني الخرطوم كلها بقت مانجا. يا سلام. من كسل جات المانجا كلها بقت مانجا. ايوه. وبعدين بتحضر لي واحد من الاخوان العازفين البلابل قال لي مره اظنهم مشوا يغنوا في مروي ولا منطقه في الشمال وكانوا مصرين ما يغنوا المانجا لانه غنوها كثير. فتفاجئوا انه المسرح كله اي واحد دخل المسرح شايل في ايده مانجا. يا سلام. نعم. وقعدوا يعملوا لهم كده ده دليل محبه يعني. ايوه. قام هاجمني الاخ محمد يوسف موسى. الله يطلعه بالخير، الرجل المبدع الرغيف. بنحييه من هنا. نعم. طبعا. بنحييه ونقول له ان شاء الله يعني هو تعرض لوعكه. رمضان كريم كل سنه وهو طيب. رمضان كريم وتعرض لوعكه صحيه كده. ايوه ربنا يديه العافيه ان شاء الله. ربنا يديه العافيه. ان شاء الله. فيعني هاجمني. قال لي يا اخي انت لا يمكن تكتب تتعلم من الايام وفي نفس الوقت تكتب المانجا. تكتب لون المانجا. والحقيقه تتعلم من الايام ولون المانجا اخوات لانه كتبوا في فتره زمنيه واحده. في احساس واحد. باحساس واحد. وان كان طبعا الاحساس بتاع تتعلم جرح في بتعلم من الايام جرح مركب. لكن جرح المانجا ده بيتداوى برشفه منها. بالضبط. بعدين يمكن احنا في حاجه كمان بدون مقاطعه لحديثك يا استاذه، يمكن الشيء اللي خلى البلابل نجاحهم دراستهم للموسيقى. ايوه. يعني هاديه وامال الاثنين خريجات موسيقى. موسيقى ما حد موسيقى وحياه خريجه دراما. ايوه. يعني كلهم عندهم الشكل المسرحي، عندهم الصوت المعلمن، عندهم البعد الاكاديمي. فدي كلها كانت يعني من دي نظيفه اضافه لسر نجاحهم يعني. التعايش ده بيكون كيف؟ التعايش والتوالف بين القصيده، اللحن، صوت. نعم. الفنان. نعم. التجارب حقت العمالقه دي انت بتقراه كيف؟ التجانس ده اول شيء بيجي من المعرفه بين التوافق او الهارموني ما بين الشاعر والفنان او الملحن. يعني كل ما كان الفنان قريب منك وكان وتحسك وبيعرف اشياء كثيره. ايوه. وقيل فيها والله. ايوه. عالي جدا. يمكن سر نجاح المرحوم وردي والاستاذ الحلنقي لانهم كانوا بقوا اصدقاء قبل ان يكونوا شعراء. صح حبيبي. يعني بعد اداوا الهرشه الاولانيه دي وهرش منه زي ما بيقولوا اهلنا، بعد ذاك قام صادقوا. كل ما انت الفنان كل ما كنت قريب منه بتعرف الكلام ده اتكتب 200. وطبعا انا متاكد انه كل كلمات اسحاق دي لم تاتي من فراغ طبعا، او يعني ولا كانت وليدة الصدفه، انما طبعًا كانت هي شخوص ناس ماشيين في حياتنا اليوميه او موقف حياتي صادفوا في حياته اليوميه وكتب عنه طبعا. فبالتالي كل ما انت يعني بقيت قريب جدا من الملحن او قريب من الفنان بتكون المساله دي سهله بالنسبه لكم. وبعدين بيحصل نوع الورش. أيوة. يقعدوا فيها الناس. أيوة. ويعدلوا ويحذفوا ويضيفوا وهكذا. عشان كده دائما كانت تطلع الأعمال جميلة وكانت يعني مبرأة من كل الشوائب يعني. شنو كلمة السر المشتركة بين وردي وبشير عباس ومحمد الأمين إنهم قدروا ينقلوا صدق مشاعرك وصدق شعرك ده؟ الحقيقة المفتاح عندي أنا، لأني كل واحد فيهم كاشف لونه يعني. وردي ميلر البرتغالي،
محمد الامين للبنفسج. يعني انت كلمه السر؟ انا كلمه السر عندي. أيوة. فاهمهم كويس الثلاثه، عشان كده لما اجي اكتب لوردي بعرف تمام انه محمد وردي الاغنيه دي حتحلق عصفور. ايوه. واكتب لبشير عباس بعرف ان الاغنيه دي حتمشي في الحته كده، وبعرف اكتب يعني كل الفنانين ما بالضروره يعني مش وردي. المفاتيح عندك؟ يعني المفاتيح عندي، اي فنان عندي المفتاح الممكن. بكتب أيوة. قصيده بديها لباكر، بعد باكر بكون لحنها، وبعدها بكون نجم. يا سلام. وفعلا صنعت النجوم يعني يعني خواجه العثمان وعبد الله عليه الرحمه وحتى عافي حسن اللي هي في عمر في أيوة. عمر بنتي انا أيوة. يعني دي ما عارف انها تواصل اجيال ولا تواصل تواصل اشعار ولا تواصل مشاعر. صح حقيقي بصراحه يعني يعني احمد الله يعني ربنا حضاني بالموهبه بتاعت انه يعني عين في عيون عمر. بكره بكتب قصيده عمر بغناها في لمحتين لانه يعني قريتها جوا. ايوه نعم قريتها جوا وشفتها في عيونه. يا سلام. نعم وده افتكر منتهى الذكاء يعني. طبعا أيوة طبعا نعم. يمكن ده الكلام الـ يعني احنا بنقوله بين بين التسجيل. استاذ نعم. حلنقي قال انه اتقال له انه انت بتكتب بعبقريه نعم. عاليه، وانه هو حاسس انه ده التبرير المنطقي للحاله اللي هو موجوده فيها. دكتور دكتور عمر خالد يعني نعم. يا ايوه والله انا قلت له يا اخي انا اي اغنيه اكتبها يعني ما معقول انا عايز اغنيه واحده بس كده تنزل كده وهي صفرة من نعم. شجرتها نعم. يعني. قال لي مستحيل انت كده. فقلت له يا اخي الكلام ده انا عندي زملاء نعم بنحييه برضه يعني بنحييه وبنحيي عمر وبنحيي نعم. زملائي انا برضه بكتبوا شعر نعم. لهم انا بحبه نعم وبحس انهم فعلا مبدعين، لكن قد تكون ظروفهم الحياتيه قلت من الايقاع في انهم يواصلوا كتابه نعم. انت عارف الشاعر طبعا. اذا ما امنت له الظل صح وما امنت له الدار اللي بيظللوا نعم وما امنت له انه اولاده ديل حيمشوا يقولوا جامعات صح حقيقه ما حيقدر يتشتت. ايوه الشعر اذا دخل الفقر بالباب فالشعر بينط بالشباك يعني. هسه انا اذا الليله مثلا شاعر عنده بيت مثلا عيان عايز يوديها دكتور وما عنده امكانات حيكتب كيف؟ حيكتب قصيده كيف؟ ده سؤال مهم والله. ده سؤال مهم. فالدوله هي مطالبه تامن للشعراء الظلال الطيبه دي نعم. وانا بفتكر برضه لبقيه المبدعين بقيه يعني. المبدعين كلهم نعم. لانه انا واثق نعم. تماما انه زملائي كلهم لانهم كلهم في خندق واحد كلهم صح زملائي كلهم مع بعض نعم نعم لكن بيحتاجوا للظل والماء الظل الوريف يمكن دي رساله دي رساله مهمه جدا يمكن ده دور التوثيق انه بيحقق الرسائل زي دي. احنا نطلع فاصل ونجي راجعين ان شاء الله ثاني. رجعنا لكم مره ثانيه ومعانا الاستاذ الجميل عمر الشاعر. الله يبارك فيك ربنا يجمل روحك يا استاذ. تسلم. يمكن سؤال منطقي نعم. ومعقول جدا عمر نعم. الشاعر نعم وهو ملحن نعم فما كتبت شعر؟ كتبت شعر وقامت تجاني حاج موسى وانا بحييه في هذه الامسيه الطيبه بحييه كل سنه وانت طيب. قال لي يا اخي نحن قمنا لحنا وفعلا قام لحن تتقول علي عشان انا كتبت الحقيقه كميه من القصائد وفيها واحده اتغنت غنى جمال فرفور وانا بحييه بنحييه برضه بقول فيها يا حارم نومي وهجعاتي بالزيد في غيابك اناتي لو كان انا لي عندك خاطر رجع وحياتك بسماتي يا حارم نومي وهجعاتي وهذا على سبيل المثال للحصر. وكتبت برضه العديد من الاغنيات وانا بفتكر انه الكتابه كتابه الشعر وممكن يوافقني هذا الرجل الجميل أيوة. الرائع قال لك الشعر كالعطر والعطر افتضاح ينبئ عن نفسه يعني انت الليله وكلت لك جوافه ولا يوسف فندي ما بتقدر تدسها صح صح. فعشان كده انا دائما بتحاشى قصه كتابه الشعر وبلقى نفسي في الالحان اكثر من الشعر ولكن عندما يعني يقوم يجيني شيطان الشعر كده ما بقدر يعني ما بقدر اخلي الشغلاني يعني فاقوم اترجم الاحساس اتدخل فيه بقوم في شغل غير في شغل غيرنا طيب انت كموسيقي احنا ممكن سؤال راجع لتجربه البلابل الكورال ده يمكن رجعنا نسألك تاني كموسيقي نعم يمكن كثيرين جدا من النقاد بيتكلموا عن انه الاستغناء عن التجربه الكوريه في المعهد نعم كانت قبل اعداد بديل سوداني نعم وده مش هو مش سؤال في يعني شكل اتهام انما في رايك منو كان الخلف لمستر باك واوم واوشان نعم
طيب أول شيء تجربة المعهد لما بدأ لأول مرة في عام 69 يعني لقى من العنت والمعاناة كثير جدا جدا والانتقاد طبعا. بالنسبة لفئة وفئة كبيرة جدا جدا كانت ضد التغيير يعني الفئة الكلاسيكية الموجودة في السودان واللي كانوا يعني عندهم نمط معين للغناء كانت الفكرة دي مرفوضة طبعا. جملة وتفصيلا على الرغم من أنه نحن كنا نحس من سنة 69 الغناء الكورالي ما عندنا موجود عندنا الغناء الجماعي ده موجود عندنا يعني ما حاجة نحن يعني جات استحدثت يعني في الجنوب غني يعني في الجنوب حي شمال الغناء الجماعي الغناء عندنا كان في جنوب السودان كان كل لما يغني نفر واحد تغني القبيلة كلها يعني موجود عندنا في القبائل يعني موجودة قصة الفنان يغني ومن حوله في المديح النبوي برضه ينشد واحد يعني المسألة دي عندنا من قديم الزمان ولكن ما عندنا كان الكورال المؤسس المعلم بالصورة العلمية البحتة فلما جاء زي ما قلت لك بدوا الكوريين ناس مستر أوشانسون مستر لي ومستر كل الكوريين الجو ونحن يعني نذكرهم بالطيب لأنهم كانوا إضافة حقيقية جدا أسسوا وأسسوا مؤسسية كبيرة جدا حقيقي. بعد ذاك طبعا جاءت الفرق والجماعات عندك جاءت عقد الجلاد وجاءت ساورة وجاء كل الفرق أيوه. دي سمندل والسمندل وغيره كانت هي فعلا كانت كسرت الحاجز بتاع التقليدية وأدت مؤسسية لحاجة علمية جديدة وعلى الرغم من الناس ما هضمتها في الأول إلا هسه في الوقت الآني بقت ضرورة لأنه العالم ذاته طفر طفرة كبيرة جدا جدا طبعا للغناء الكورالي والغناء الجماعي وحتى بقت أشكال الغناء ذاتها يعني تأخذ أشكال أو مناحي كبيرة جدا جدا في الحياة اليومية وبقت غناء الكورال بقى مهم جدا أنا كنت عايز أقول في معلومة كده رواء قال مرة أوشان نعم قال إنه الطالب في كوريا ممكن يسقط في أي مادة نعم تتعالج الموضوع نعم. إلا مادة الموسيقى نعم ما بتتعالج ما بتتعالج أبدا ولا بيمشي خطوة قدام إلا يمر في الموسيقى نعم وبعدين يعني يقول هو بيضيف ذلك معلش عفوا قال يعني أنت ممكن تبقى طبيب تقرا طب بكل سهولة تبقى مهندس لكن لا تستطيع أن تبقى فنان ما لم تكن فيك البذرة بتاعت الفن طبعا للخلق والابتكار لأنك أنت بتشكل قدام نعم ما في لا لا كمان أضاف حتة مهمة جدا إنه الموسيقى بالذات بتعمل غسيل للدواخل نعم. يعني أي أدران متعلقة في الداخل بتسقطها وبتعمل الضوء يعني نعم. الظلمة بتحول لضوء في الداخل عشان كده هو بيفتكر إنه كوريا من أكثر البلدان الدول اللي ما فيها سجون نعم وده كله لانه الناس كلها فرحة ايوه نعم انه الموسيقى دي هي العامل العملية دي وفعلا نعم. الموسيقى نوع من التحليق ايوه نعم يعني ما بتتعامل مع عارض انت طوالي مسافر محلق نعم محلق الموسيقى محلق. تنبت الازهار بالموسيقى الموسيقى تدر تعالج اللبن. الروح تعالج الروح طبعًا. في علاج في مستشفيات في قسم العلاج بالموسيقى طبعا من واحد الموسيقى تديك نوع من النشاط يعني اليومي عشان ما انت تقدر تستقبل يومك بفرح كبير جدا جدا يعني الموسيقى حقيقي. ممكن تعمل فيك اشياء كثيره جدا كثيره جداً. نعم. فعلا الموسيقى هي بترتب قدام الانسان وبتساعده على انه يعيش حياته بشكل جميل احنا سعيدين جدا في عصافير الخريف نقدم صوت منسوب برضو لكسلة من ابناء كسلة صوت جديد ومتدفق عذوبة يمكن شاهدوا بيه أو تنبؤوا له كثيرين جدا بمسيرة جميلة إن شاء الله في مجال الفن مشارك في عصافر الخريف في الحلقات التوثيقية في قناة الخرطوم الفضائية للأستاذ الجميل حلنجي عصمت بكري بتذكرك وتذكروا أنه موعدنا بكرة إن شاء الله بإذن الله نتلاقى في مساء رمضاني جميل في حلقات عصافر الخريف
خلاني في عيونك عيون شالن سواد ايامي لون خلاني في عيونك عيون شالن سواد ايامي لون وانا يا حنان قلبي الحنون ما تعودت عيني تخون لو انت جيت قاصد ازاي الجاية من الله بتكون وانت الزمان لو غيرك انا كل يوم بتذكرك بتذكرك كنت جاي بعذر كنت جاي بعذر إن شاء الله ما يعيش ليل عدو لو عنده نية يسهرك آه بتذكرك أشيل سحاب لا ضقت يوم طعم العذاب هيك السحابة أشيل سحاب لا ضقت يوم طعم العذاب لا عشت لو عد اغتراب وانا قلبي فيك يا حليل دا شايل العشم في رجليك عشم المسافر في السراب وانا في الغرام ما بجبرك بس كل يوم بتذكرك بتذكرك لو كنت جاي لو كنت جاي بعذرك إن شاء الله ما يعيش ليك عدو لو عالدنيا يسهرك آه بتذكرك أشيل سحاب لا ضقت يوم طعم العذاب بك السحابة أشيل سحاب لا ضقت يوم طعم العذاب لا عشت لو وعد اغتراب وانا قلبي فيك يا حليل دار شايل العشم في رجليك عشم المسافر في السراب وانا في الغرام ما بجبرك بس كل يوم بتذكرك بتذكرك كنت جاي بعذرك لو كنت جاي بعذرك ان شاء الله ما يعيش ليك لو عنده نية يذكرك آه بتذكرك بتذكرك لو رش غير أو داع بالنوار نسيم منظر وداعك كان أليم ولسه في الأنفاس مغيب بتذكرك لو رش غير أو داع بالنوار نسيم
نظر وداعك كان أليم لسا في الأنفاس مغيب بتذكرك لو رشغي أو داعب النوار نسيب منظر وداعك كان أليم لسا في الأنفاس مغيب صدقني طول عمر الجديد ما بكون عزة من القديم وانت الزمان لو غيرك أنا كل يوم